ليش تبكين اليوم ردي؟ ليش تبكين يا حلوة؟ ليش؟ ليش تبكين يا ماما؟ ليش؟ ها؟ شلونكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح نصور التحدي اللي وايد طلبتوه منا، اللي هو انه يوم كامل بلون معين. احنا اليوم اخترنا اي لون؟ اللون الاحمر. شفتوني شيلتي عجيبة قوية وايد حلوة. الشد وايد حلو لون الاحمر. انا احمر مالي. اي بوبو بعد لابس احمر، بس ناقص منه عادل. انزين الحين بروح نقعد عادل عشان يلبس الملابس اللي باللون الاحمر اليوم، ولازم يفرج اسنانه بهالمعجون، راح تشوفون لونه بعد هم احمر. حتى بوبو ما فرش صح؟ فرشت؟ ما فرشت. اي بوبو الحين بيفرش. ها فرشتي؟ اي صدق؟ راح تفرشين مره ثانيه. فرشتي مو بالاحمر ولا لا؟ مو بالاحمر. يلا ترد تفرش الحين بالمعجون الاحمر هذا. يلا نبدي اليوم. شوكولاته. ايوه. لا تنسون قبل تكملون هذا المقطع ان شاء الله بيعجبكم، عطونا لايك واشتركوا في القناه وكتبوا لنا كومنت حلو، وعطونا بعد افكار الوان ثانيه. انا عشان نعطيكم قلب. اي عشان نعطيكم قلب. انزين انا ترى مجهزه لون ثاني اذا عجبكم هذا. عادي ترى في زيوي هي ميت. عادي زيوي زيوي شوف زيوي صدق شوف شوفها يمك ابي جبت الزاوي ليمك. شلون نايم عند الزاوي؟ ما تخاف؟ ها؟ ما تخاف؟ ما ها؟ ميت اصلا. اشوف وجهك كنت جاي من النوم. والله حلو والله حلو والله حلو. يلا اليوم عادي تدري شنو عندنا؟ ردي لازم تلبس الملابس بسرعه وتفرش اسنانك بالمعجون الاحمر. شنو؟ شنو؟ ايش فيك؟ تريحك دايخ؟ يلا قوم. ها؟ يلا. قوم بدل عشان تروح الحمام. شاطر. يلا ناطرتك انا بالحمام. بوبو امس شاري هذا المعجون ما يبي يستخدم هذا الاحمر. بوبو اذا طلع داخل هذا مو احمر ما تستخدمه. اوكي. ها؟ اوكي؟ يلا. ويك 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 ويك. اي لون؟ ازرق. اوه شفت شلون؟ ما يصير تستخدم ازرق. اي زين انت عندك هني بعد نشوف هذا اي لون؟ أحمر. على الستروبري. يلا هاك يلا اوكي خلينا نطلع ليت حقه. طلع ليت. يلا طلع ليت هني، خلي بابا يشوفك. تعال شوف. طلع ليت الاحمر. في ليت احمر؟ فيها ليت. ايوه خليني اسوي لك. انت تعرف تفرش؟ يعرف بروحه شو هو بطل كبير. صح شوف صار الحين صار اورنج، يعني لازم يسوي بطيء. اوكي يلا بعد. ايوه الحين الفرشه تصير اي لون؟ لما تصير رد يعني توقف، لما الليت يصير احمر. ها يلا فرش لما يخلص اللايت. فرش يلا فرش. صار احمر اللايت خلص. تعال يلا ايوه بوبو القوي خلص. فرش فرش معجون احمر. تعال اشوف اسنانك. تعال اشوف اسنانك يا ولد يا ولد. اشوف اشوف. الله صاروا اسنانه بيض. شايف؟ تعال شوفي. تعال شوفي. عادل نام. عادل رد نام. عادل عادل لحظة رد نام. اي وين الزاوية؟ اشوف شو يشكر. لحظة شو الزاوية؟ تحركي شوي. ها قمت اشوف. يلا شي نايمة؟ لا هذا الزاوية.
نسوي حق منو؟ ها قمت اشوف. ها اسمع ها؟ بس يبيك. هذا انتقامي حقك شحنان زاوي. يلا تعال الحمام فرش. يلا. شو صابونه احمر بعد. وين هم الصابون لونه احمر؟ يلا. ها. يلا. صابون احمر. يلا اي معجون؟ بابا استخدم اي واحد. بابا استخدم هذا مال بيبيات. هذا مال كبار. تبي مال بيبيات ولا مال كبار؟ اليمين. شنو اليمين؟ هذا اليمين. بس انا اشوفه. اه يعني يمين حقك انت؟ اي هذا اليمين حقك انت. يلا. حار. ما ادري خلينا نجرب. احس حار انا. يلا. نعناع يلا بسرعة. قدام. ايه لا تبلع تفل. بلعته؟ ايه مبلش بلش صوت. حار ها؟ أنا الوحيدة اللي أعرف أفرش بين إخواني، كلهم ما يعرفون فرش، وأنا مسوي واحد مسوي مو كذي. معجون في جلتر. إيه. خلصت الحمد لله المعجون طعمه وايد خايس. الحين إحنا ريوقنا لازم كل شيء لون أحمر. شنو حطينا؟ وروهم قبل تعطيهم بوبو. ستروبري فراولة. توت اورنج زين طماطم صغير هذا حنان تحبه وايد هذا بيض بالمعجون حطينا معجون زياده عشان يصير احمر وايد وهذا طماط مقلي اوكي طبعا اهم شيء الصمون الاحمر اوكي هذا الصمون الاحمر يلا بسم الله كل شيء احمر ها ايه يلا تعال اكل انت بعد انا بعد اياكل ايه بس انا مو لابس احمر شلون مو لابس يا انا لابس احمر عادل لابس لا مو لابس يا لابس ايه انزل صمون احمر اللي ما يبي يسوي له صمونه ياخذ بيض يقطع الصمون كنا خبز لا حطيت وايد دقيق ليش ما في خبز حطيت بصحن يطيح ابي خبز وياكله باخذ غير عادة شو تبي؟ خبز تخسر لازم تاكل بالاحمر اليوم هذا بدال الخبز اليوم كله احمر عادل يلا سوى كذي وحط داخل وسكرها الصمونه ذوق يلا جرب اخذ الصحن حطه بالصحن حط فراولتك بالصحن انا من اول ما هذا احس حلو شنو قاعد تاكل؟ فراوله اشوف اكل يلا اشوف يلا اكل معك يلا عادل هو ابي ها عادل شو صمون الاحمر اشوف بوبو قاعد تاكل بوبو قاعد ياكل فراوله بوبو بوبو تبي صمون مع توميتو لا حلو صمون مع بيض صمون مع بيض تبي والمصور ما يبي ياكل حتى القلاصات قول لي حتى القلاصات قول لي صحون كل شيء احمر باحمر حلوه شوف حلوه اكل يا سلام انا باكل طماط مع الصمون لان انا احب كذا بس طماط صمون ايه انا بلعت جبن بس ما اقدر اكل جبن كرتونه صمون شو تبي؟ فراولة بلات فراولة داخل؟ شو عادل طيب. سويت لك صمونة ثانية؟ ما شاء الله لدرجة يوعان شوف والله أدمر الدنيا الحين هذا صمونة ثانية مع طماط
هو من غير طماط الحين مع طماط. بيض وطماط؟ انا بعد لابس احمر، طلعت لابس احمر. يلا يلا. قاعدين طول اليوم. فراولة حلوة. من يسوي لي صمون بيض؟ انا. انا. كلكم تسوي لي صمون بيض؟ واحد بس. روان شوفي لي فراولة حلوة. تبي روان يا الفراولة شلون حلوة؟ تبين تاكلينها؟ ما راح تاكلين لانك مو لابسة احمر. روان الوحيدة خسرانة لانها مو لابسة احمر. هات كلي كلي بسرعة. ما يصير ما يصير. تلبسين احمرتين؟ قولي تكلمي. لا لا. صمون بيض؟ طلعت حرة روان؟ يعني شلون كل شيء احمر يعني ما ناكل جبن ما ناكل ولا شيء. لازم بس احمر. خلي اوريكم فرح هم فروحه لابسه احمر ويانا. الله ليتل برنسس فرح شباب لابسه احمر. يا سلام. طبعا هي ما تدري عن شيء نايمه معصبه علينا. فروحه نايمه ما راح تقوم. لما تقوم اصورها ايش رايكم؟ بس شوفوا لبسها الحين. يلا الحين راح نصور السلايم. شلون سلايم؟ اي لما نسوي سلايم لازم اي لون سلايم؟ احمر. زين هذا بس عندنا واحد ما انت ما تبي؟ شنو هذا؟ شوف شنو هذا؟ هذا الفوم الاحمر. يلا وهني في لون احمر راح نستخدمه كلنا ما في الا هذا. زين ودهم وايد وايد بس لا هذا شنو اللون الاحمر؟ لون احمر ملون مو يعني ملون طعام. اي بلا كيف بسوي رينبو؟ ها؟ ما يصير تسوي رينبو اليوم. اليوم يوم الاحمر. اي ما يصير رندي. بس هذا شنو؟ لبن. بلو جلو جلو انا احط لي. ها؟ ما مو عصبني. لا انا احط لي. عادل هو بيحط؟ بسم الله بس بس برايم يقولك بس 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 ما ترسته. الحين نحط أول شيء نحط الكلر بعدين أكتبيته صح؟ إيه. يبوي نقطة تك بس بس زين حطيتي وايد. حطيت ثلاثة. هذا عشان يصير احمر. ايه بس بس زين زخن شوي بس بس وايد حطيت بوبو. ايه يبي احمر غامج بوبو صح. بنشوف منو احلى سلايم فيكم. مرات اللون يخرب السلايم. بنشوف بس وايد لون. بنشوف منو احلى سلايم فيكم. تقول لنا بس بس وانت اربع نقاط ولا احنا ذات نقط كبار. خلينا نشوف منو احلى سلايم فيكم. يلا خلطوا خلطوا. انا كنا وردي. ابو انت مو وردي انت احمر اكثر حطيت وايد لون. انا وردي المفروض احط وايد صم. وردي طلع شوفوا ايش كثر حاطه لون. لا يصير احمر الحين يبي له زيادة. اي اعطيني لون بعد. اعطيني بعد صمخ لون. صمخ. شوية. ابي لون بعد. يعني هو كذي احمر بس لما تخلطونه يصير وردي. لانه ابيض. لانه ابيض. ترى المفروض ماخذين السلايم اللي بدون لون. اي عندنا شفاف بس ما اخذنا الصمخ شفاف. طبعا انا فقير. ليش فقير؟ لان انا لابس احمر وكل شيء بس ما اقدر اسوي وياهم لاني انا اللي قاعد اصورهم. يا 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 يا. هو قاعد يحط لون بعد زيادة. انا راح احط ما اش دعوة. جربي خلينا نشوف. هيرا هات الاكتيفيتر. ليش ما يطلع؟ ولا حطيت 10. عطني. لحظة بوبو لحظة لا تصبر. عد. يا بوبو ترسى اللون ترسى. بوبو وايد حاط صح؟ اي وايد الوان شوف. الحين انا قاعد يصير سلايم. شوف مالي. شوف مالي. قاعد يصير سلايم شوف مالي شوف مو بسك لون بسك
بس ابراهيم وين حطيتي بقى؟ ضمير اعطينا الاكتيفيتر حق بوبو عشان يصير سلايم ماله. ما صار بعد. شنو الترسيل احسن حنان؟ لا. ها؟ لا. الترسيل يخترب. ما راح يخترب. حاطين اكتيفيتر. هو احسن شيء ماي وبوركس. كفاية. بس بس. ها؟ ما اشوفه مالي. لزق بالصفرة كله بابو. شنو هالسلايم هذا؟ بابو لزق بالصفرة. لا تنزلون على الصفرة ترى يخترب زين؟ ها؟ انتم منزلينه مبكر مو يخترب. صدق؟ امم. بابو بس يقلدني. انا قاعد يخلص ماي. صدق؟ ما صار انا ليش نزلت نفسي؟ ليش قلدتني؟ ليش؟ حتى انا صار. لازم تسوي بيت. لحظة شوي لا تندمج بالغنية. هاك 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 قرب إيدك من بعض. عفس كل شيء بوبو. إيه يلا. ماني قاعد أضبط شو. إيه. شو يا ماما؟ إيه. أنا معلم ما نفسي. أنا لوني أكثر. لازم افتح. هو لا يطيح منك هني خيطيح داخل هذا. بعد ما سووا السلايم كتبوا لنا تحت منو اضبط سلايم ومنو احلى سلايم. اوكي بالكومنت كتبوا لنا. شوف سلايم، شوف سلايم حنان، شوف سلايم عادل. انا عندي سلايم بوبو احلى لون. بوبو احلى لون سواه. انا ماني اضبط. انا كتبوا تحت وعادل اضبط واحد. انا اضبط واحد. انا ان شاء الله. وانتي بعد مضبوط. انتي بعد. بس شنو عادل اضبط؟ يا نار. عادل يتقطع مدة. ياح ما تقطع. مالا يتقطع شوف. يلا بسير وقت الغداء. جاهزين حق الغداء العجيب؟ جاهزين حق الغداء الاحمر؟ الله يسر. شنو بناكل فراولة؟ بس فراولة. لا تشوفون. ها شباب وقت الغداء؟ دقوس احمر. ومعبوج فلفل وما تاكلون فلفل بعد شنو فيه بس هذا غداكم؟ ايوه. شنو هذا؟ شنو؟ هذا شربة ورد. شربة ورد؟ إيه؟ انا ما اشرب شربة ورد. وهذا عيش احمر مع دياي. اوه يا 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 يواعه. ايه يلا. فلفل احمر بارد. فلفل احمر؟ اي والله. ايه هذا فلفل احمر بارد الحلو هذا. اي والله يا دين. شربة ورد. حبه. نشوف بوبو خليه يذوق بوبو اول. يلا بوبو ذوق شربة الورد. شوي. نومي. حلو؟ حلو؟ باي بوبو يوعان ياكل من القنشة حبيبي. نشوف بوبو شلون ياكل. ياكل من هي يوعان. ياكل نفس الكبار بايده. ايه. ما شاء الله. زين شلون اذا الواحد يعني بيشرب لبن يعني على الغدا شلون؟ ما يشرب. ما يصير؟ لا. لونه بلون طعام؟ لا. ما ابي اشرب شيء. ما لش الا ماي. يلا بدون لون. حط مع عيش كذي؟ انا سحبه. ما يعرف. لا يعرف. اشوف طالع عيني. يلا. انا اعرف احسن منه يعني؟ ايه. يا يا يا. انت الاصلي. استنتاج. انت الاصلي. عليها سحبه. ابوي. خوي. لا تاكل من صوبي. حلو العيش الاحمر. ايه. جوعان بابو. ليش تاكلون بيتكم؟ تقتدون في منو؟ ريالين يقول بوبو. ريالين ناكل بيدنا صح؟ الرسول ياكل بيده صح؟ ها؟ تاكلون نفس الرسول صح؟ ليش تبكين اليوم ردي؟ ليش تبكين يا حلوه ليش؟
ليش تبكين يا ماما ليش؟ ها؟ ليش تبكين؟ جوعانة؟ نعطيك حليب أحمر؟ ما في حليب أحمر. خلاص ما نعطيك حليب يعني. ما نعطيك حليب. واي واي لا 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 نعطيها حليب نعطيها حليب خلاص. شنو؟ يلا 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 لحظة. أنا سكولا حلوة. أنا سكولا حلوة. وي 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 حلوين بنات حلوين. الحين ورا الغدا دخلنا صار فينا نومه بس لازم نحلي زين. فشنو انتوا بتاكلون حلو؟ انا سويت لكم وايد شنان احمر شوفوا جلي مال رمضان زين. وهذا كاكاو من برا احمر الجلي. اي هذا الجلي مال رمضان. هذا بعد زين جبنا الكاكاوات اللي من برا احمر زين. بدي خاطريات الكاكاو. شوف وريني كاهم هذولي زين. كيت كات كل شيء احمر. كل شيء احمر حلاوات هذولي. وعطني هذا ايوه طبعا جلي كارت توت الاحمر بس عطي قفشه. عطني انا بقى. متجهزين حق رمضان ولا مو متجهزين؟ متجهزين. متجهزين؟ ايه. صدق شنو سويت؟ شنو جهزت؟ سويت ارقص. ترقص حق رمضان ايش فيك ما يصير؟ لا ما يصير. ايش رمضان شو تتجهز؟ اي لك كم موبد موبد اي لك كم موبد موبد اي لك كم موبد موبد موبد. كتبوا لنا تحت تجهيزاتكم حق رمضان. يلا امسك. تبي جلي؟ ايه هذا. تبي هذا بعد؟ يلا اشرب. يلا انا ابي جلي بعد. نعم هذه. شوفه على كرز. هذا لونه اخضر بس داخل الجلي احمر بس العلبته خضراء. خلي اقول لكم انا وروان نحب الكاكاو. هم كلهم يحبون حلاوه وجلي. حنان ما ادري شنو تحب. انا ولا شيء. لا لا حلاوه ولا شيء. حنان ما ادري شنو طق طق بس انا ما اقدر اعيش بدون كاكاو. يلا كذي انتهى اليوم الاحمر ولا ما انتهى؟ لا اخيرا. ايه اخيرا. لا لا انتهى. انا صراحه تعبت من اليوم الاحمر. ليش حلو؟ لان ابي اشياء ثانيه بلون ازرق. ابي اشياء ثانيه ناكلها نسويها. ابي افسخ الاحمر هذا. انا احب الاحمر. صدق احب الاحمر. انا بعد انا احب الحلاوه الاحمر. انا عجبني اليوم الاحمر. انا عجبني. لو تسوون يوم ازرق احلى يوم بالدنيا. اي انا احب الازرق بعد. حتى انا لا ابيض ابيض انا احب اللون. بسوي لكم ازرق بضحك عليكم. ماكو وجه تاكلون ازرق. بلو بلاي بلو بلاي. كذي خلص فيديو اليوم واللي هو يوم كامل باللون الاحمر. لا تنسون تعطونا لايكات تشتركون بالقناة عشان نعطيهم قلب الحب. اي وتكتبوا لنا كومنت حلو نفسكم. ايوه مثل ما تدرون انا بسنابي كلموني مثلا المتابعين الفانز اللي يحبونا اللي يبون نسوي لهم شت اوت. فاليوم راح نسوي شت اوت حق الجازي العتيبي. هاي الجازي. الو نحبك وايد. نحب الجازي العتيبي. نحبكم كلكم. نحبكم كلكم. اي شيء تبونه كلمونا سناب ضيفونا سناب انا وعدنان وحنان. انزين ابوبو عادل. بابو عادل للحين ما عندهم سناب. ان شاء الله عادل تبون بطل الانستغرام كتبوا لنا تحت. خل عادل يبطل الانستغرام راح نبطل الانستغرام الجديد حقه. ترى انا كان عندي سناب. هذا انا عندي انستغرام. انت بعد تبي انستغرام؟ ايه. يلا اشوفكم على خير. يلا باي.